is a Zettelkasten or a second brain. After years of searching for the perfect approach to my learning, I think this is it. By far, it's been the most valuable asset for reading, for writing, and even for my thinking. But before I hype it up to you and show you how to make your own, there's something I should warn you about, a hidden danger. It's one that left me incredibly frustrated when I first started to make my own. It was a pain in the ass to get started, and I mean that. If you look up how to create a Zettelkasten in Obsidian or how to build your second brain, you'll find probably hundreds of videos, with each person showing their own method and their own way of doing it. And don't get me wrong, some of these were great. Like, I used them to build my own, and I couldn't be here without them. But the problem is, as I kept watching more and more videos, I was digging myself a trap, one that would be harder and harder to eventually climb out of when I had to. Every single YouTuber I watched had their own method of creating it, one that was slightly different to the next. And if you end up watching 10 or 20 of these, you start to pick out points from every single one. And then it fills you with this almost toxic sense of perfectionism. For example, I'd find some nice features from one video and then watch another video and they have something different that stands out to me like a shiny gem. I take that and then that process repeats. And if you combine all their points from all these videos, you end up with this mess, this Frankenstein's monster of a setup that tries to be everything but fails. طيب الفيديو هذا حنتكلم عن تحديات ما بعد تطوير المنتج. تمام، لا يوجد حل أو منتج يناسب الجميع، تمام، ولكن حتى أفضل المنتجات الموجودة في كل أنواعها سواء كان متصفح أو زي أوبسيديان أو النوت تيكينج أو برنامج مستخدم زي الإكسس أو الوورد، وجود البرنامج هو نهاية لبداية جديدة. زي الفلاح لما يديك الثمرة ويديك الخضار هو انتهى دوره، يعني في دائرة هنا أغلقت انتهت انه هو سلمك الثمرة. طيب الثمرة هذه كيف سيتم استهلاكها؟ تمام، هذه يعني قصة ورواية جديدة. تمام، كل شخص هياخذ المنتج هيستخدمها ممكن بطريقة تكون معروفة أو حتى يبتدع فكرة جديدة في استخدامها، وكل واحد له طريقة مختلفة. تمام، وهذا يضع الشخص اللي هو يبغى يستخدم البرنامج أو يعني حاب إنه هو يستخدم البرنامج إنه هو يبدأ يدخل في تحدي الطريقة، زي ما في الدين يقول لك شيخ طريقة. فالمنتج الواحد له طرق في الاستخدام على حسب الاحتياج وعلى حسب التخصص وعلى حسب الهدف من استخدام البرنامج. تمام، في الغالب انت ما هتستخدم كل شيء موجود في البرنامج، انت هتستخدم فقط الاشياء اللي تحتاجها وتحققها كالاهداف في البرنامج. فلك ان تتخيل انه في ناس كثير، اقسام وادارات شركة بقائمة بذاتها هي اشتغلت عشان تطلع لك منتج وانتهى الدور من هناك، ولكن استخدام المنتج حتى الشركة المصنعة والمبرمجين الموجودين ليس لهم دراية أو خبرة أو تمرس أو إتقان أو علاقة في حوار استخدام المنتج. مثال هذا الشيء انك انت ممكن تجيب فلاح هو زرع الثمرة لكن لا يحسن استخدامها أو لا يحسن طبخها بطبخة معينة أو عصرها في إذا كانت فاكهة أنه يخرج لك إياها عصير، لأنه هذا مش مجاله، هو مجاله الزراعي فقط. تمام، وهذا الشيء ينطبق حتى في المجال التقني، في ناس متخصصين في صناعة المنتج، صناعة الحل، صناعة المشروع أو البرنامج أو البناء، ولكن استخدامه وتشغيله هذه قصة أخرى، لها تخصصات أخرى، لها طرق ومجالات مختلفة مدعومة بقسم الصيانة والتشغيل. وهذا كله يندرج تحت بند خدمات ما بعد البيع. تمام، ولكن بين الصيانة والتشغيل وبين الإنتاج في
طريقة الاستخدام، تمام. وهذا الفيديو أنا هحط الرابط تبعه في الوصف، بيبين واقع التحدي هذا، وهو هذا كشخص فهم اللامذهبية الموجودة في الاستخدام، تمام، وسعى انه هو يسمع بأكثر من طريقة، وخرج هو بطريقة مثلى في استخدامها لمجال محدد، وبيشرح في الفيديو هذه. طبعا أول ما بدأ الفيديو هذه هو دخل على طول في التحديات اللي طلعت، والتحديات هذه كلها ليس لها علاقة بالمنتج، هي لها علاقة في استخدام المنتج، تمام، وشرح التحديات الموجودة وحدد الإشكالية الموجودة، إن هي كثرة الخيارات أدت إنه هو ما يستطيع إنه هو يوصل للهدف الأساسي من إيجاد المنتج، تمام، ووصل للحل إنه هو يقتصد في اختيار الإضافات ويحدد منهجية واضحة في التعامل والاستخدام مع البرنامج ليصل إلى إنتاجية أعلى وإتقان مستقر في استخدام المنتج، تمام. فأنا هترك الفيديو وممكن تستمع ليه، الكلام هذا لا ينطبق فقط على أوبسيديا، ينطبق على أي برنامج، الكلام هذا ينطبق على أي برنامج شغال، هذا هو الواقع. حتى المتصفح اللي نحن نستخدمه يوميا برضو بيمر بهذه التحديات، وفي طرق في استخدامها، في ناس أبدعوا بأنهم يوصلوا للطريقة المثلى في استخدامها ويعلموها للأشخاص، أنه بدل ما الشخص ياخذ لفة طويلة في البرنامج ويتعرف على كل مواصفاته، لا، هو يجي ياخذ الطريقة من شخص في الاستخدام الأمثل في اتجاه معين، إذا كان محاسب، إذا كان إنسان صحفي، إذا كان كاتب، إذا كان كل واحد له طريقة يعني منفصلة أو مثلى في الاستخدام. صانع المنتج نفسه ليس له ثقافة أو دراية أو حتى فهم لأهمية هذه الاختيارات، هو فقط صنع المنتج كما فعل الفلاح حينما زرع الثمرة.